فيها حاجة حلوة، ده شعرم، عشان كده خدناكم في جولة نوريكم فيها أرخص سوق في مصر اللي فيه من الإبرة للصاروخ. يلا بينا نشوف مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكار ده من 55 سنة، فتقلبنا من الكمبيوتر لمكان التصوير للشبكات للحاجات دي بنحلها. الناس بتيجي هنا علشان ممكن حاجة فيها رحمة هنا، يعني بنص التمن، يعني ممكن حاجة تكون بنص التمن وأحلى من الجديد. يعني عندنا مثلا مين بياخد حاجة للأطفال، وبيجي ياخد البوتاجازات والمغسلات والثلاجات والحاجات اللي هي الرفاية دي بتاعة المطبخ ياخدوها برضه. الأسعار اللي إحنا بنبيع بيها ما تختارش على الفئة، الأسعار رخيصة جدا، يعني رخيصة جدا. ليه؟ لأن إحنا بنحب نبيع عشان نجيب غيره. بتيجي تجار وبتيجي زباين وبتيجي ناس يعني بتشتري مننا من هنا، اللي بيجي لك مره بيجي لك تاني، خلاص هو بقى كده عارف ان هو بياخد حاجات ايه كويسه، والحاجه اللي شغاله بنقول له دي شغاله، والحاجه اللي مش شغاله بنقول له لا مش شغاله. كل حاجه هنا موجوده من الابره للصاروخ. بس انا اساسا الالكترونيات، اساس السوق في الالكترونيات، كمبيوتر، فكل اللي عايز حاجه من السوق بيجي ايه؟ بياخدها من السوق. السوق هنا مفتاح مصر، مفتاح الخير للفقير والغني. احنا هنا اولا في سوق الجمعه. معنى سوق الجمعة مش معناه إن يوم الجمعة بس، ده هو طول الأسبوع السوق شغال، والسوق هنا شغال 24 ساعة. بتجيله ناس من جميع البلاد، بتيجي من الشرقية، من الغربية، من الأقصر، من أسوان. هنا طبعا المنتج اللي عندنا ده عبارة عن قطع غيار مش متوفرة في السوق، أو متوفرة بس أوفر. هتيجي عندي هنا هتلاقي قطعة الغيار اللي انت عايزها وبسعر مناسب، ومش مناسب ده بسعر ولا في يعني ببلاش تعتبر. وفي على فكرة غسالات من هنا بياخدوها لمراكز الصيانة بيفنشوها ويرجعوها جديدة، وتتباع عرايس بتاخدها بالكرتونة. سوق تونس حضرتك تجيله منين؟ أقرب مواصلة ليك السيدة عائشة. من السيدة عائشة لو ركبت توك توك هيجيبك لحد بوابة التونس جنب المجزر الآلي بتاع الفاستين، يعني وعلى الاسترود، يعني قريب للاسترود. وبعدين السوق دوت بتاع الغلبان وبتاع الفقير وبتاع اللي عايز يلم نفسه. السوق دوت يعني احنا عندنا هنا من الابره للصاروخ الحمد لله ومن فضل ربنا. وبعدين انا ممكن اجوز لك عريس من الالف للياء ب 33,000 جنيه، يعني اي حاجه تخطر على بال حضرتك هتلاقيها في السوق، من الباب للشباك لمواسير سباكه لزراير كهرباء لاي مفروشات. يعني الشقه من الالف للياء بقوم من عند ربنا تفرشها من هنا من سوق التونس الحضاري. اما تيجي هنا تلاقي اوضه نوم بتبدا من 13,000 جنيه، تلاقي اوضه اطفال تبدا من 7,000 جنيه. واخد بالك في فرق برضه، تلاقي ركنه بتبدا من 3,000 جنيه. سوق التونسي الحضاري أو سوق الجمعة القديم أحد أكبر أسواق القاهرة وأرخصها على الإطلاق، وبيضم تشكيلة واسعة من السلع الجديدة والمستعملة وبأسعار مناسبة للجميع. يحيى علاء، مصر جديدة، ETC.